لقاء من أجل الاجتماع لبحث سبل جمع كل الأطياف السياسية في ندوة إجماع وطني يقودها الأففس، بعيدا عن البروتوكولات وبالحديث عن عمق المبادرة، وقبلها تشخيص الوضع السياسي الحالي أصلا، ومن ثم إيجاد الوصفة اللازمة التي تتعدد بشأنها الاقتراحات. نبحث مشاهدينا الكرام اليوم بدورنا في هذا العدد من برنامج قراءات تفاصيل ارتكاز الإجماع الوطني المنشود وفق هذه التساؤلات، بالحديث عن ملامح المرحلة القادمة. ألا يثير طرح وجود انسداد سياسي معارضة داخل السلطة في حد ذاتها؟ ما هي فرص تحقيق هذا التوافق مع دخول الأففاس امتحان إقناع أحزاب المعارضة الأخرى؟ وأخيرا، ما هي الآليات التي سيستخدمها الأففاس لإقناع كل الأطراف بالمساهمة والخروج بمشروع إجماع وطني موحد؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في سياق متابعتنا للمشهد السياسي بالجزائر. نهتم اليوم بمحاولة تسليط الضوء على اللقاءات المتواصلة التي يقودها حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأففس. اليوم نرجع إلى التحليل أيضا للتقارب الذي حدث بالأمس، وكذلك نواصل اليوم بين الأففس والأرندي الأفلان ما إلى ذلك. أسعد وإياكم باستضافة زملائنا الإعلاميين ومن هم على يعني دراية بهذا الملف. أهلا وسهلا بك سي رضوان بوساخ. مرحبا بك رضوان، كما أرحب بعبد الرحمن سعيدي القيادي في حركة مجتمع السلم. أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك الأستاذ أسهلة محمد رضا، عضو الأمانة الوطنية للأرندي وعضو مجلس الأمة. شكرا، الله يسلمك. مرحبا بك. كما أرحب بالأستاذ عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانوفير بيبليك. مساء الخير يا سمير. أهلا، مساء الخير سيدي. رضوان، إذا كنت تكلمنا البارح خصصنا حلقة للحديث عن التقارب وعما جاء في حديث الأمين العام لجبهة التحرير الوطني حول فلسفة العامة لهذا التقارب، ولا داعي للتسرع ما إلى ذلك وليس تحالف. اليوم دون شك أنه الكثير من الجزائريين يتساءلون عن، طبعا راح نعود نتكلم على قضية المرجعية اللي تطرح بقوة في مثل هذا الملف، ونتكلم أيضا رضوان عن تفاصيل هذه المبادرة. يعني هل لماذا نحن نتحدث اليوم عن إجماع الوطني؟ تفضل. نعم بالفعل سمير، كما ذكرت في مقدمتك، الآن ربما نتحول إلى مرحلة الحديث عن فحوى هذه المبادرة وبعد الخطوة التي كان قام بها الأففاس بالأمس عندما التقى كل من الأفلان والأرندي. اليوم كذلك يبدو أنه يمضي قدما وبرتم متسارع في هذه المشاورات التي يقوم بها، التقى بالمترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، وغدا في حركة مجتمع السلم، والأسبوع المقبل كذلك الكثير من الشخصيات الوطنية تقريبا يبرمج كل يوم لقاء مع حزب أو شخصية. لكن ربما كقراءة إعلامية الآن هو في المضمون حتى نتحول إلى جدية هذه المبادرة ومدى نجاحها، حتى وإن كان لا يمكن من الحكم عليها مسبقا، لا يعني إعطاء حكم وهي في يومها الأول أو الثاني في هذه اللقاءات لا يمكن أن نحكم عليها، لكن بدأنا ربما نسجل نوع من الانطباعات التي قد تبعث على أنه لن يكون هناك تقريبا هذا المسعى إعلاميا ليس سياسيا. ربما تصريحات مثلا اليوم سيد علي بن فليس لما التقى بجماعة الأففاس وقال أن نتحاور مع الجزء الشرعي في السلطة، يعني الآن مشكلة في الشرعية وهذا الأمر يعني مع من هو شفنا شرعي البارح أنه شرعي. يعني فيه السعيد أنه كما تكلمنا أنه وضع يعني النقاط العامة التي ممكن تكون في لغة هذا الحوار ما إلى ذلك. على كل شكرا أردوان. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الأفاضل في سياق الحديث عن هذه الخطوة للبحث عن الإجماع الوطني. نتابع التقرير ونبدأ بعده النقاش مع ضيوفنا الأفاضل. ماذا بعد الخطوة البروتوكولية واجتياز الأففاس عتبة الحزب العتيد ورديفه في الحكم؟ فبعد صور اللقاء والانطباعات الإيجابية التي توحي بالتلاقي بين الأحزاب الثلاثة مجتمعة، فإن السؤال الأبرز: ماذا بعد هذه الخطوة؟ وإذا فرضنا أن حزبي السلطة سيحضران ندوة الإجماع الوطني
لعرض أفكارهما كيف سيحدث الإجماع مع المعارضة وحول ماذا أساساً، وبمعرفة أسباب هذه الخطوة ولو جزئياً والتي جهر بها قيادي في الحزب المعارض الأثقل في البلاد تفتح باب التخمينات، لا سيما مع تلميحه إلى ضرورة إحداث مناعة سياسية في الجزائر لصد محاولات تصدير الربيع العربي إليها أو استيراده من البعض. La première instruction que m'a donné Sidi Houssin, il a dit ce bombardement de la Libye n'est en fait dirigé contre nous. Il a dit ça c'est une première étape. Il faut absolument avertir les camarades, avertir tous les dirigeants que c'est une étape vers la déstabilisation de notre pays. C'est une stratégie importée pour diviser les pays et qu'il fallait coûte que coûte, à n'importe quel prix, élever la conscience des populations pour ne pas tomber dans le piège de ces faux printemps démocratiques. Et donc nous avons œuvré dans ce sens-là. Parce que, comme il disait à l'époque, mon parti avant ma famille, mon pays avant mon parti. مهمة صعبة جدا تلك التي اختارها حزب الدا الحسين، والعقبة الأولى جمع كل الألوان والأوجه السياسية بحضور السلطة على طاولة واحدة مع المعارضة. وإن كانت خطوة إقناع الأفلان والأراندي صعبة وتخطاها الحزب ولو من حيث الحضور، لكن كيف سيكون رد تنسيقية الانتقال وأي إجماع سيكون دونها؟ Vous connaissez très bien l'opinion du RND sur la transition démocratique. Pour nous, la transition démocratique a été faite en 88. في إطار برنامج وطني اللي نصونوا به أولاً وحدة البلاد، ثانياً نحميوا البلاد من المخاطر الخارجية، ثالثاً نحسن أوضاع البلاد اجتماعياً واقتصادياً وحتى سياسياً، نطور العمل السياسي ونهذبه، وأيضاً نعطي تصور للمستقبل ما اتفقنا فيه نمشي فيه وما اختلفنا نتركه كل على حدة. مرحلة انتقالية أم حكومة وحدة وطنية أم انتخابات تشريعية مسبقة؟ أو أي وصفة لواقع سياسي يحتاج أصلاً إلى إصلاح باعتراف حتى أحزاب السلطة. Pas tellement. Vous avez l'armée, vous avez tout, vous pouvez contrôler le pays. Mais c'est pas ça. Je disais, vous perdrez. Les investisseurs, ils vont pas venir. Les investisseurs. Pourquoi? Parce que la façon, ils vont voir que l'ordre est mis en cause, que leurs intérêts risquent d'être menacés, puisque ceux qui sont chargés de la protection de leurs intérêts sont dans une situation d'instabilité. C'est le signal négatif qu'on donne à la communauté internationale. مسعى الأفافاس بدأ يتوضح وأسبابه كذلك، لكن التفاصيل ستكون صعبة للغاية وتحتاج إلى وقت يستلزم أن يمنح لجبهة القوى الاشتراكية في مسعى قد يكون الأهم في البلاد منذ استقلالها. نعم، وهو كذلك. إذا تكلمنا عن يعني الأبعاد الحقيقية لهذا الإجماع، بين الحديث عن يعني لم الجبهة الداخلية، ماذا معك سي أسهل محمد رضا العضو بالأمانة الوطنية الأرندي وعضو مجلس الأمة، بين الجبهة الداخلية وبين تحديات معينة تتعلق بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات إقليمية ودولية. شفنا كثير هذه العبارات تكررت في لقاء الأفافاس مع باقي الأحزاب السياسية. الأرندي في بداية يعني الحلقة تاع اليوم، كيف استقبل هذه المبادرة في حد ذاته؟ شكرا أستاذ سمير. أولا نتوجه بعبارات التهنئة لرجال الصحافة الحاضرين معنا هنا، سي رضوان، سي سمير، وسي عبد الوهاب، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، وعبركم كذلك لكل الأسرة الصحفية والإعلامية في الجزائر. احنا في الأرندي بطبيعة الحال المبادرة هذه أو المسعى نتاع جبهة الحزب، جبهة القوى الاشتراكية، المتعلق ب التشاور المتعلق باللقاء الذي تم عقده البارحة بمقر نتاع الحزب، بمقر وطني للحزب بن عكنون. أولا هو مسعى محمود، لأنه
يسن سنة حسنة تتعلق بتبادل وجهات النظر، بتبادل التشاور حيال القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك بين الحزبين. نعم. في بعض الأحيان قد تختلف المشارب السياسية حقيقة، ولكن نتفق في كل ما هو قضايا تهم الشأن الوطني، كما تحدثت عن بعض التهديدات الجيوستراتيجية المحيطة بنا، فيما يتعلق ببعض الانشغالات ربما الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن نختلف في تشخيصها ويمكن أن نختلف حتى في معالجتها. ولكن بالنسبة لنا في الأرندي في التجمع الوطني الديمقراطي، قناعة الأرندي هو أنه لقاءات كهذا النوع هي فضاءات أولا ما بين حزبين يحترمان بعضهما البعض. احنا نحترم المسار النضالي لحزب الأفافاس، نحترم وشديد الاحترام كذلك السيد أيت أحمد الحسين مؤسس والأب الروحي للحزب للأفافاس كونه رمز من رموز الثورة التحريرية المجيدة، ولكن هذا كل ما يمنعش بأنه هناك نقاط اتفاق وهناك نقاط اختلاف، وأن الاختلاف لا يفسد للقضية في القضية أو لا يفسد للود قضية، ويبقى هذه اللقاءات قد تتبعه لقاءات لاحقة بطبيعة الحال بحسب قراءات كما هو في حصة اليوم، القراءات التي ستعطيها هيئة التداول في التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو حزب مؤسسات يرجع للمؤسسة تاعو، ونقيم هذا الحديث اللي ضرب بينا وبين زملائنا المناضلين في الأفافاس وفي أحزاب أخرى. مثلا هل يواصل التجمع الوطني الديمقراطي المشوار حتى إذا كان يعني بعض الشركاء وبعض الناس اللي التقى بهم كما ذكر رضوان يعني في اليوم يعني عندهم سقف آخر، هل راح يكمل الرنديف؟ لا، أولا هي لازم تتفقوا على أرضية معينة لا يمكن أن ننزل دونها فيما يتعلق ببعض العناصر التي لا يمكن التفاوض بشأنها، يعني حصر المبادرة في مثلا لما تحدثوا عن المؤسسات الشرعية للدولة، عن المؤسسات الدستورية، عن المسار الانتخابي في الجزائر بمختلف المجالس المنتخبة، هذه أمور لا غبار عليها ولا يمكن مناقشتها بالنسبة لنا في التجمع الوطني الديمقراطي. هذه قضية الاحترام الشرعية هو أمر لا يمكن التفاوض بشأنه أو مناقشته لأنه يعتبر يعني بطريقة أو بأخرى. مثلا بالنسبة للتجمع الوطني الأرندي أين يمكن، حتى ما نقولوش التفاوض مشاهدينا أفضل، لأنه التفاوض يكون بين يعني الاجتهاد هنا أين يمكن مثلا للأرندي. إذا تبعنا نوارة سعدية جعفر كانت كلمة أنه الانتقال الديمقراطي يتم الفصل فيه، يعني خلاص ما رحيش نرجعوا له. شوف أستاذ سمير، يعني بكل بساطة بالنسبة للأفافاس البارح في لقاء البارحة، هو أولا لا يعدو إلى أن يكون ربما اون ريونيون دو بريز دو كونتاكت، يعني هو لقاء أولي للجماعة في الأفافاس شرحوا ما هو المسعى نتاعهم اللي هو بالنسبة للحظة الحالية الاجتماع لم يتضمن إلا شرح المسعى في أنه سيتم في مرحلتين، مرحلة أولى يتم فيها لقاء الأحزاب وبعض الفاعلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني. نعم. انتقاء الأحزاب على أي أساس يبقى هذا يخضع لمنظور منظور سياسي للأفافاس، اختيار الفاعلين السياسيين كذلك نفس الشيء، والمجتمع المدني كذلك نفس الشيء. المرحلة الثانية بعد تقييم يعني أولي لجملة من النقاط المشتركة ما بين كل من تم التشاور معهم، القواسم يتم المشتركة يتم التفكير واش يمكن إجراء أو عدم إجراء ندوة، يعني تحدث عن الإجماع الوطني، وهذا كذلك الإجماع الوطني في حد ذاته احنا بالنسبة لنا في التجمع الوطني الديمقراطي نطرحه بالنسبة إليه تساؤل كبير، ألا يوجد إجماع وطني بالنسبة لمجموعة من أمهات القضايا الوطنية داخل الشعب الجزائري وداخل الطبقة السياسية الجزائرية؟ احنا يعني في التجمع يعني بتقول سيريدا الإجماع الوطني حول ماذا؟ إذا كان تحدثوا عن الوحدة الوطنية، إذا كان تحدثوا عن الدفاع عن الوحدة الوطنية، الدفاع عن الأمن الوطني، يعني هذه أمور مفروغ فيها، هذه أمور بديهية لا بالنسبة للطبقة السياسية لا بالنسبة للمجتمع المدني ولا بالنسبة للشعب الجزائري، في أنه أمور ما يمكنش الحديث عنها، وإنما هي أمور من البداهة، أمور بديهية. إذا الآن الحديث عن الإجماع الوطني من طرف الأفافاس يبقى بحد ذاته محتاج إلى تحديد مفاهيم وتحديد مصطلحات باش عاد ديك الساعة هذيك نتكلموا هل هناك نقاط التقاء ونقاط اتفاق أم هي نقاط اختلاف، لأنه حتى القضية هذه متعلقة بالحديث عن الإجماع الوطني قلت بأنها تحتاج إلى توضيح من طرف الزملاء. ويعني حبينا نقول إذا كان حتى تكلمنا على الإجماع الوطني ما هي يعني نقاط الإجماع، إذا كان تكلمنا على الإجماع الوطني قال الإجماع الوطني حول قضية ألف باء اثنين ثلاثة أربعة، يعني ما هيش واضحة يعني الفضفاضة. لحد الآن هذا هو اللي يقولوا لك، اللقاء نتاع البارحة لم يتضمن تحديدا لكل المفاهيم، هو لقاء تمهيدي
الغرض منه هو جس النبض اعتقد، هو قضية يعني خلق نوع من الألفة في هذه الطريقة أو لهذا المسعى اللي هو مسعى جديد، يعني حتى في الساحة السياسية نكونوا واقعيين. أعتقد بأنه الأهم في هكذا مسعى وهو أنه أولا يبعث بإشارات اطمئنان على مستوى الجبهة الداخلية في أنه الفاعلين السياسيين الآن يترفعوا على كل ما هو أنانيات حزبية وتحقيق نتائج انتخابية وما إلى ذلك، ويمشي ويتلاقوا ما بيناتهم باش يتفقوا على أمور تهم القضايا أمهات القضايا الوطنية. ثانيا كذلك أعتقد بأنه يبعث إشارات إلى المجتمع الدولي، إلى دول الجوار، في أنه الجزائريين على اختلاف مشاربهم السياسية إلا أنهم عمرهم ما يختلفوا على القضايا الوطنية وعلى الحديث عن الإجماع الوطني. قلت بأنه أنا هو أصلا شيء موجود ومتفق عليه ولا يمكن يعني حتى مناقشته. ممكن 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 المشاهدين أفضل أن تكون يعني هذه عبارة عن اجتهاد، ممكن الرسالة تكون يعني موجهة بشكل خارجي أكثر من شكل داخلي. معليش شكرا سيريدا. نروح لك سي عبد الرحمن سعيدي القيادي في حركة مجتمع السلم. معروف انه الافافاس ما اعلنش وفي الاونه الاخيره ما صارش يعلن على المواقف تاعو النهائيه بخصوص قضايا سياسيه معينه، الا يعني ياخذ وقت ثم يدرس ويقول يعني لسبب او لاخر لاسباب تكتيكيه يعني يتبنى هذا الموقف ما الى ذلك. لكن احزاب المعارضه بما فيها يعني حركه مجتمع السلم عملت الكثير على ان يعني تجذب هذا الحزب بشكل او باخر، لكن الخيار في الاخير قال انه اراد ان يسترد، لانه قضيه الاجماع الوطني هي قضية مؤسسة في الأفافاس. قال أنا صاحب فكرة الإجماع الوطني، وإذا أردت أن أعلن الإجماع الوطني فسأنفذه بهذا الشكل الذي أريده. هل أراد أن يقول أنه قضية الحديث عن الانتقال الديمقراطي والمعارضة الفضفاضة ما إلى ذلك انتهت وأنا لدي خيار وهو الإجماع الوطني، ومعروف موقف الأفافاس من السلطة أنه يعني الإشراك الجامع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة هذا الموضوع مرتبط بالمسيرة الأخيرة السياسية للأفافاس، ونظن أن جبهة القوى الاشتراكية للأفافاس بعد مسيرة في موقع المعارضة وموقف المواقف المبدئية الذي كانت يبديها الأفافاس من كثير من القضايا خاصة متعلقة بالنظام، طبعا كان شق يتعلق بمسيرة الحزب الداخلية والتطور داخل الحزب، ثاني شق ثاني متعلق بالظروف الوطنية وبالظروف الإقليمية. ونظن أن هذه المبادرة أو ما يطرحه الأفافاس الآن، وهي أنا أسمي الأفافاس الآن في مرحلة التكيف مع مرحلة تخصه بدرجة الأولى طبعا وتخص الساحة السياسية، وهي مسألة التكيف بمواقف وبأطروحة سياسية تعطيه النفس وتعطيه الأدوار، تعطيه النفس السياسي وتعطيه الأدوار للمرحلة القادمة. انظر الآن أنا عندما نشوف المسعى أو ما كما تفضل أخي ذا قال مبادرة وكان لهم اتصال كذا، أنا اللي لاحظته من كلام القيادات وخاصة المشرف على عملية الاتصال شريفي يقول نحن ما عندنا دور إلا مسهل فاسيليتاتور، مسهل بمعنى الآن بهذا الطرح لإنجاح هذا المسعى وضع على فاس نفسه في موقع التسهيل، في موقع الباسريل، في موقع مفترق الطرق اللي يلاقي الناس. الآن هل له قدرة على أنه يوجه؟ ولكن اسمح لي خليك تكمل سي سعيدي، ولكن هو يبدو أنه كالترمومتر الأفافاس فصل في الأمور يعني طبيعي لأنه يعني هو كان مؤشر في الميزان، يعني قال أنا رح نسلك هذا الطريق. بدأت الأفافاس كان مؤشر تاعه في هذا الطريق من الرئاسيات ومن الانتخابات السابقة، بدأ هذا المؤشر الهنديس أن فاس يتجه نحو أدوار سياسية أخرى، حتى هذا المسار مشاركة يعني المسار الانتقال الديمقراطي شارك فيه ليعطي قوة لمساره، لم يشارك فيه لأنه مقتنع أو له قناعة سياسية أو له خيار سياسي أنه بالانتقال الديمقراطي، بقدر ما شارك فيه ليعطي القوة للمسعى تاعه لأنه شارك مع في كل فضاءات. هذا اللي الآن نقول أنا بالنسبة للحديث عن الإجماع، صحيح عندما نتكلم عن الإجماع هو الإجماع أنا الذي أفهمه من خلال ما أتنبأ له من خلال مواقف مسعى. نعم فس لا يريد إجماع كما تفضل السي محمد رضا، الإجماع اللي هو حاصل إجماع الأمن الوطني على وحدة الوطن، يعني الإجماع هو يريد إجماع أن يلتقي الناس ليضعوا فيما بينهم معالم
سياسية، الحد الأدنى سياسي. شوف كان حاجة اللي نشوفها في الفاس هذه مرة الفاس لحقها، أولا تكتم على مضمون المبادرة، هذا لا مكانش اللي يقدر يقول لك ما هو المضمون. الإجراءات والآليات مكانش اللي يتكلم، فيش حديث قدر الصنع بها استقطاب. اش تكتم سي عبد الرحمن؟ هو ما يقولش متكتم، يقول يعني ما علنش عليها، يعني لا لا هي يعني بيقول انه ما نظلموش الناس، يعني الفكره العامه هي ما نظلموش الناس، يقول لك ما عنديش اجنده وما عنديش محتوى وهذا شيء صحي، هذا صحي. اذا مسعى مش مبادره، مسعى نحو مبادره. سي اون اكسيون فير انيسياتيف، سي با انيسياتيف. انيسياتيف لازم يكون عندها منطلق، خلفيات، مبادئ، قواعد، رؤية. أما تقول لي ما عنده والو قالوا ما نروحوا نتلاقاو، ما نظنش بهذا الطرح راهو نظرا لقدرة فباس حكايته. عندما قلت التكتم، التكتم الإيجابي ليس التكتم للمخادعة، تكتم للإنجاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعودوا على قضاء حوايجكم بالسر والكتمان. الكتمان يروح دون لو سونس حتى في السياسة، إيه دون لو سونس كتمان باش تعطي الناس. قال اللقاء الأول مع لفافاس، لقاء مع الأرندي، كان لقاء بريس دو كونتاك. احنا كانت في عقد سياسيه، في عقد، ما ننفيش بلي كان عقده سياسيه في كثير بين اطب الساحه السياسيه، فتحتاج الى عمليه حلحله الامور. لفباس الان يعمل على حلحله الامور، على حلحله الامور نحو الان. انا نعود الكلام اللي سمعته من قيادات لفباس، ما سمعتوش من خلال القراءات. نعم، السيد يقول احنا جايين نسهلوا والناس هي اللي تحط البرنامج، هي تحط جدول الاعمال. الان من خلال اللقاء هذا اتضح معالم جدول الاعمال او معالم مضامين. البعض يقول لك الشرعيه خط احمر او لا نقاش فيها. نعم نعم. البعض يقول لك كان شبه شرعيه او نصف الشرعيه او الجزء الشرعي. فهذا النقاش عندما يخرج لقاء ثاني ثالث نشوف امكانيه هذا، وين راح يكون هذا الاجماع. يعني حبيت تقول سي سعيدي ممكن يعني قد نصل الى فكره ندوه الاجماع كما قد لا نصل قد اليه. قد لا نصل بقدر ما نصل، قد لا نصل على حسب طبيعة، لان الان لفافاس يملك المسعى، ما يملكش الاطراف السياسيه الاخرى. الان عندما نخرج الان مازال نزيد نشوفه، اليوم كان لقاء غدوه لقاء وراح نشوف تعاليق تاع الاحزاب والاحزاب، ويعني من خلال تبان معالم كما قلت العوامل او صح معالم ممكن ينجح المسعى هذا، ونتمنى انه ينجح، ماشي انت نظر من باب حاجه، وممكن معالم اخرى اللي تحتبان هذا المسعى راح يكون. بالنسبه لهذا المسعى يعني ما يخلقش اشكال عند تنسيقيه الانتقال الديمقراطي؟ هو تنسيقيه الانتقال الديمقراطي كان طالبه وحاثه على لفاس يكون ضمن مسعاها. معناتها الحرص تاع كنصرت مشكله في بدايه كنصرت السلطه، لانه هو يرى في تنسيقيه الانتقال الديمقراطي كنصرت مشكله في بدايه اللي تعمل الان. جاوب على حسب السؤال، قال لفاس والانتقال، نتكلم على مسعى التنسيقيه كان حارسين على لفاس. اسمح لي، ولفاس كي جا الندوه تاع زيرالدا كي جا طرح تاعو، طرح قضيه مشاركه السلطه كيما حمروش طرح مشاركه، طرحوا اطروحات كانت لها متباينه، وهذه طبيعي في وطبيعي لفافاس راح يتلاقى مع اطراف سياسيه ويجد اطروحات متباينه. معناتها ماذا يريد ان يجد؟ المهم اللي المهم هو ان الافافاس في البدايه حدد الاطراف اللي يشوفها فيها جماعه السلطه، المعارضه، احزاب السلطه او الموالاه، والمجتمع والشخصيات، بمعنى من البدايه ما داش تحديد للاتصال وسع. الان هل يصل ما يصلش هذا الامر اخر. اسمح لي فقط سمير، حتى لا نقول بان هناك تشابه بين يعني بين دعوه الى الانتقال الديمقراطي ومبادره الافافاس. لا مش انا ما قلتش حتى انا نقول ان اولا مثلا تنسيقيه الانتقال الديمقراطي لم تقبل ولم تدعو السلطه للحضور، حتى عندما ربما المطالب تاعكم ربما عرفتها السلطه من الاعلام فقط، من قراتها في الجرائد. لا ففسنا يلح على حصول على انه حضور السلطه حتى تكون هي مشاركه وتكون مسؤوله كذلك. كذلك الان تنسيقيه الانتقال الديمقراطي تعول حاليا على العمل الميداني وعلى الانتقاد الاسود الذي يقول بلا شرعيه، ولا الذي لن ينتج في النهايه اي شيء، سيستمر اللهم الا اذا كان فيها اذا كان فيه ربيع عربي فقط. فلسفه على لفافاس كانت واضحة من الأول، كان في حضور يعني سلطة ونتيجة انسداد معين، أن هذا الانسداد لن يخدم لا السلطة ولا المعارضة، أن الأمور ستمشي هكذا. أنا بظني نزيد نقولها ممكن تحمل مسؤولية. أنا لفافاس جاء يعالج مسألة معالج، وهو أن المبادرات لم تصل إلى سقف، مبادرات طرحت هنا وهناك، فهي نوع ولذا أخذت هذا الاهتمام. يعني ضعيفة؟
لا لا ماشي ضعيفه. دونك كي نقولوا الانسان يطرح مبادره ومن بعد يتابعها ويعمل عليها ومن بعد يسيبها يجدها انها تحتاج الى انا توصل الى نوع من غير واقعيه. ماشي غير واقعيه، ماشي غير واقعيه. انا ما نقيمش المبادرات، انا نتكلم عن المبادرات ومانيش ناطق رسمي على التنسيقيه باش مناسبه باش الاخ يعرف هذا باش ما يتوجهليش كلام بالتنسيقيه. انا نقول، انا نتكلم كمحلل، نقول بلي مبادره الفافاس جات لحل حاله انسدادات او المبادرات ما تحركتش من مواقع كثيره. نعم جيد. فجاء هل ينجح او لا ينجح؟ هذه الايام هي الايام وعلى حساب اللقاءات وعلى حساب وما عنده لان الفافاس وما مون كلمه تكتم نعاودوا ليها تكتم لانجاح المبادره ماشي تكتم او المسعى في حد ذاته. لكن عندما يظهر هو السي محمد رضا قال كلام انا طبيعي، قال انا في البريس كونتاكت مانيش عارفين حددنا واحد المعالم الايام تكشف الاطروحات ممكن فاش يستمع ويلخص يستمع وينسق يستمع والناس تستمع لبعضها البعض تصل الى شيء، هذه مساله اخرى. نعم شكرا لك سي عبد الرحمن سعيدي القيادي بحركه مجتمع السلم. عبد الوهاب جاكون، اذا كان تكلمنا على يعني هذا التقارب شفنا البارح مع الافلان، شفنا اليوم ايضا نقاط مهمه فيما يتعلق بالار ان دي والحماس ما الى ذلك. هل يمكن نقول انه الاف اف اس هو فقط من يقوم بهذا الدور وبالتالي يعني كثير من القضايا تم الاتفاق عليها مسبقا وهي في جدول الأعمال والأحزاب السياسية يعني لديها إسهامات ما إلى ذلك، أم أن الأمر هو يخضع الآن كما كان يتكلم سي عبد الرحمن سعيدي لاجتهادات هذه الأحزاب من السلطة من المعارضة ما إلى ذلك؟ وسؤال أيضا حبذا نجاوب عليه، الآليات يعني هذا التحدي ضخم جدا، يعني ما هي الآليات اللي يمكن أنه إقناع من المعارضة من السلطة اختلاف المرجعيات؟ وكنت يعني أنت تكلمت على أنه المشكل الكبير في التحالفات كما نلقاه أيضا في المرجعيات. هو المشكل سهل في الحقيقة، حتى تعرف الأحزاب هذه لازم ما يتكونوش هما في واد وطموحات الشعب في واد. أنا من خلال يعني مقاربتي للواقع الجزائري واتصالاتي مع المواطنين، وهذا لمسته حتى خلال حركة الشرطة مؤخرا، أن الجزائريين مش مستعدين أنهم بيرانوا بثلاث أشياء: وحدة البلاد، أمن البلاد، واستقرار البلاد. إذا كان هذه الأحزاب هذه ما فهمتش هذه الطموحات هذه، فهمت ولا؟ أنا نظن ماش راح تنجح، لأن في آخر المطاف مش قضية سلطة اتفقوا ولا ما اتفقوش مع الأحزاب المعارضة والسلطة، مش هذا الأساس. إذا كان هذه المبادرات هذه ما تبناهاش الشعب وما زكاهاش وما حملهاش، ما كان حتى عندها معنى، ولا إما هو لقاء تأجيزة. أنا تخوف نتاعي حتى وإذا كانت هذه المبادرة أنا مبارك بها، لربما هو خلق حتى جو تاع نقاش، هذا مليح في حد ذاته شيء إيجابي صحي صحي. ولكن تساؤل، لأن كل واحد يحاول يستغل هذه المبادرة لصالحه. كاين واحد حب يحل مشكل تمثيل تاعو داخل الحزب، مصداقيته داخل الحزب، المشاكل تاعو داخل الحزب. كاين أحزاب أخرى من خلال هذه المبادرة أنها تموقع نفسها لأنها كانت في التحالف بعد خرجت على التحالف. كاين شخصيات اللي عندها طموحات شخصية، مشارك في مثلا عدة انتخابات رئاسية وما نجحش، ربما حب انه يعني يوضع يستغل هذا المسعى. انا نقول اليوم اذا هذه الاحزاب ما تفهمتش الوضع اللي رانا نعيشوا فيه وحاولت كيما نقولوا تنازل عن بعض الاشياء لصالح البلاد باش غدوه نرجعوا الى جو تاع عمل سياسي عادي، لان بكل صراحه اذا انا كما قال تقولوا له تاع الممثل تاع لافافاس قال باللي انا الجزائر قبل الحزب نتاعي، هذا هو يعني انا نظن اليوم الوضع اللي رانا نعيشوا فيه
ماهوش سهل، بكل صراحة ماهوش سهل. زيد الجزائريين ماهوش مستعدين، متخوفين، الجزائريين متخوفين. إذا يا جماعة واش نقول؟ أنا لازم تاخذوا موقف مسؤول، لأن المشكل وين هو؟ لأن ما عندناش أحزاب مهيكلة تماما. لأن واش معنى أحزاب عريقة يعني؟ لا لا ماشي معنى عريقة، واش معنى عريقة؟ ما أنت عندها وجود يعني. ماشي هذاك، شوف يا أستاذ، عندها مؤسسات وعندها تنظيمات. يا أستاذ حزب اللي ما عندوش منظر، ما عندوش إيديولوج، حزب اللي ما يديرلكش تحليل، ما يديرلكش مقاربة. هاو قال لك البارح السيد، قال لك احنا رانا في السلطة. ها اعطيني يا سيدي تحليلك الوضع الداخلي والخارجي والتحديات الوجود، باش حتى هذا التحليل، هذا نعم التحليل نعم يصبح مرجعية للدولة، حتى الأحزاب اللي راهي ضدك، حتى المؤسسات الدولة، حتى للسلطة. أنت ما عندك والو، ما عندك حتى تحليل، ما عندك حتى تحليل. لازم تكون فيه تنوير، تنور الشعب، تنور السلطة، تنور الدولة، نعم تنور الأحزاب من خلال تحليلك. نعت لي يا سيدي الحزب اليوم اللي عنده إيديولوج منظر. الأحزاب لازم تكون عندها منظر، والأمين ولا المسؤول الأول تاع الحزب يتبنى ويتبع ما يقولوا المنظر. نعم جايك، نرجع ليك عبد الوهاب. لما تكلمنا على هذه القضايا راح نجي لك سي رضا. خلينا نتبعوا هذا الكليب، التصريح لرئيس حركة مجتمع السلم اليوم في الندوة الصحفية، هو أيضا عنده رأي فيما يتعلق بهذا التقارب. شكرا سي عبد الوهاب، نتبعوا برك هذا الكليب، تفضل. اليوم في الليل عندنا كذلك يعني لقاء مع التنسيقية، ونناقش هذه التطورات، ونناقش كذلك الكثير من الأحداث السياسية. عندنا غدا لقاء مع الأفافاس، نحن بطبيعة الحال نرحب بكل اجتماع، يعني بكل طلب اجتماع الأفافاس، ويطلب من نلتقي معه، فإذا سنلتقي معه غدا. لازم نكافح وسنواصل كفاحنا ورهاننا في هذا التحالف الذي يقع بين الأحرار في المجتمع المدني والصحافة والأحزاب ومع المواطنين. والله احنا رانا نخدموا على المعارضة، احنا قلتي لا فاس يلتقي مع حزب السلطة، احنا رانا مع المعارضة. وش تغير لما لا فاس يلتقي مع حزب السلطة؟ ماذا تغير؟ ما تغير ولا ما تزال أحزاب معارضة متماسكة، وعندها ثلاث أدوات أساسية تشتغل بها: نشاط الأحزاب، نشاط التنسيقية والمجموعات الحزبية الأخرى، ونشاط الهيئة الأجمع وهي هيئة التشاور المتابع. رانا في راحة، في أريحية من أمرنا غير مسبوقة يعني. نعم، بالنظر إلى الحديث عن الراحة من طرف يعني بالنسبة لحركة مجتمع السلم سي عبد الرزاق مقري، رضوان. لا والله، لفت سمير أن البعض يتحدث عن مبادرة الأفافاس وكأنها خلقت اليوم أو قبل يومين. لمن يعرف التاريخ، أنا لم أكن مولود قبل الثمانينات، ولكن نعرف أن حزب الأفافاس يدعو إلى الإجماع الوطني منذ سنوات، منذ الستينات، ولا ينبغي ربما أن نرميه بهذه الأمور البسيطة. يعني الآن هو مسعى قديم، وربما أحوج ما تكون إليه الجزائر اليوم نتيجة هذا الانسداد، لأن بقاء المعارضة كما ذكر جاكم في واد، والسلطة في واد، وبينهما شعب. هذا حتى بالنسبة للخارج يعطي انطباع سيء جدا، ما يخلقش رؤية موحدة، ما يعطيش انطباع. كان يتكلم فيها شريفي لما شفناها، أنه الانطباع عند المجتمع الدولي سيبقى دائما، حتى هو ربطها بالاقتصاد، وأنه المستثمر لا يعيش عندك، لأنه عندك لما يكون عندك استقرار اجتماعي واقتصادي يكون استقرار جو مكهرب، وعندك ناس تلتئم وتقول بأنك غير شرعي، وأنت تقول أن هذه معارضة متطرفة. إلى متى؟ هو أحوج ما يكون إلى هذا الإجماع الوطني. نعم طيب، رضا أسهلة عضو مجلس الأمة، إذا تكلمنا يعني مثلا على الحديث بعض الأحزاب، مثلا لفلان واللاندي يقول أنه الكثير الآن يردد أنه انسداد، ما انسداد؟ هل في حقيقة هناك انسداد؟ وبالتالي يعني إذا كان هذا الانسداد في الأحرى بذلك أن تتحدث عنه أحزاب المعارضة وليس أحزاب السلطة، يعني أحزاب السلطة حاكمة. الانسداد اللي قصده هو انسداد سياسي مثلا، يعني هل هناك يعني مشكل في عمل تاع المؤسسات؟ يعني البارح سمعنا حتى يقول هناك أزمة، يعني الأمين العام تاع الأفلان مثلا، مش عارفين، حبينا نفهم. إذا كان الأمين العام تاع الأفلان يقول بأن هناك أزمة، أعتقد بأن السؤال من المستحسن توجيهه مثلا الأمين العام الأفلان، مثلا تقوية الجبهة. إذا قلنا تقوية الجبهة الداخلية يعني كيفاش؟ لا شوف، بالنسبة لنا في الأغندي، علاش قلت لك مقبلة القضية؟ قضية احترام الشرعية،
عندنا مؤسسات منتخبة أولا من 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 البلدية إلى مجلس الأمة، مجلس شعبية بلدية ولائية كذا، هذه كلها مؤسسات منتخبة ما يمكنش أعتقد بأنه يطعن فيها أي كان، لأنه الأمور تمت وفقا لدستور في البلد وفقا لقانون الانتخابات وما إلى ذلك. فيه نقائص ما فيش نقائص في قضية التمثيل، في قضية الانتخاب، في قضية كذا، هذه ممكن أمور قابلة للنقاش، ولكن النقاش فيما يتعلق بشرعية هذه المؤسسات أعتقد بأنه هو نقاش يعني خارج الموضوع. الآن إذا كنت تكلموا على الانسداد، ما قال الانسداد كي إحنا كالأفلا نحن أطراف في الحكومة، إذا الحديث عن الانسداد هذا أي انسداد؟ إلى هذا الانسداد نتكلموا عليه إحنا، يعني أعتقد إذا قلنا بأنه كاين انسداد فنحن طرف في الانسداد. مثلا إحنا في التجمع الوطني الديمقراطي نؤمن بأن هناك مؤسسات عدولة راها تعمل، كل في نطاقه في الحيز القانوني اللي خصها، لكن هذه المؤسسات فيها يعني المنتخبين من الأحزاب اللي موجودة في السلطة، من الأرندي من الفلاح لغدك، وفيه الآن انتقاد بشكل مباشر أو غير مباشر يعني الأداء، يعني بما فيه الأداء الحكومي. لا الأداء مثلا إذا كنا نشوف نتكلموا على على الأداء الحكومي، شكون هو اللي قيم الأداء الحكومي؟ برلمان. إذا إذا كنتكلموا عن الأداء الحكومي والبرلمان، الأيام هذه البارحة بدأ نقاش حول قانون المالية، إذا نزلوا للبرلمان ونشوفوا نوعية النقاش، شكون اللي قدم في بعض الأحيان صدقني عندك نواب. ولكن هياكل البرلمان وأداء عملها كذلك هي محل علامة استفهام الكثير من الأحزاب، يعني الأحزاب ما يعيش في النهاية إلا الأرنبي، في أحزاب كثيرة طبعا في نظام الانتخابات وفي طريقة عمل البرلمان حتى هذا فيه ما يقال بشكله الحالي، يعني قادر باش باش نتفقوا مليح. اولا اذا كان تحدثوا عن شكون يقيم شكون، هنا غادي نطيحوا في اشكال اعتقد فلسفي. انا قلت بانه اذا كان تحدثوا عن الضوابط الدستوريه اللي يقيم الاداء الحكومي يعني هو البرلمان. متفقين. الان لما الحكومه يكون عندها اغلبيه مريحه في الغرفتين، اعتقد بانه هذا ينعكس بطريقه او باخرى على درجه حده الرقابه البرلمانيه، لانها رقابه اكثر ما يكون منها سياسيه الى كونها شرعيه. ما نقدروش ننكروا بانه فيه خلل في عمل البرلمان، بدليل انه مشروع الدستور الجديد اللي جاي من السلطه يتكلم على توسيع اختيار النواب انهم يخطروا المجلس الدستوري ويسالوا شفويا للحكومه، بدليل فيه هناك عمل دؤوب في كواليس البرلمان بغرفته اللجان وما الى ذلك. هناك نقائص حقيقة، يعني كاين نقائص تتعلق أكثر مما يكون من الوسائل القانونية اللي تمكن النائب من أنه يحق الحقوق البرلمانية نتاعو. أعطيك مثال، مثلا وهو أمر متضمن حتى في ورقة اللي جاتنا من الرئاسة فيما يتعلق بتعديل الدستور، لما تحدثوا مثلا عن ضوابط الرقابة السياسية أو الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، نعطيك آلية مهمة وهي السؤال الشفهي. السؤال الشفهي للأسف في الدستور الحالي غير مضبوط بمواعيد قانونية. أعتقد بأن التعديل الدستوري المقبل سيعالج هذه النقطة بالذات، لأنها ستضع حقيقة يعني العمل البرلماني الرقابة البرلمانية في السكة نتاعها الحقيقية. فقط بغيت نرجع إلى نقطة معينة سمير، وهو أنه سي رضوان يقول لك بأنه الأفافاس بقى وافي لاقتراحاته التاريخية وما إلى ذلك. الوطني ما إلى ذلك. الإجماع الوطني مش في المجلس التأسيسي وكذا. اكزاكتومون الأفافاس بالعكس. يعني احنا اليوم انا جينا لهنا نناقشوا الامور او المشهد السياسي كما راه، مادام انه هذا المسعى على ضوء هذا المسعى اقول دائما وارجع الى ان المصطلحات هذا المسعى الى هذه المبادره او الى هذه الندوه، هذا المسعى في حد ذاته يعني يشكل منعرج هام في اللغه والخطاب السياسي تاع الافافاس. من جمعيه تاسيسيه ومرحله انتقاليه، الان الافافاس يتحدث عن ندوه للاجماع الوطني. الان هذا الحادث عن الاجماع الوطني، البارح لما تجي وتتلاقى مع الـ مع الـ مع الـ الاطارات نتاع الافافاس يقول لك انا جايبين بورقه بيضاء اون غيان يكري دسو نكتبوا مع بعض. دونك لما تقول لي ورقه بيضاء ما كتبنا والو نكتبوا مع بعض، اعتقد بان هناك العديد من المفاهيم والامور بحاجه الى التوضيح. صح. الامر الثاني كذلك نوافق سي عبد الوهاب في 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 بعض العناصر اللي جاب بها التحليل نتاعو، اعتقد بانه حقيقه الان ان الاوان الى انه نتنازلوا عن الحسابات السياسويه. قال يا ولدي انا راني في تنسيقيه الانتقال، قال انا في تنسيقيه الانتقال، وبالتالي نشوف في هذه المبادره بانها مبادره منافسه كونكورونت، وبالتالي ممكن تتعدى لي على الساحه او الحيز اللي احتليته من الساحه السياسيه. قال لا ما نمشيش فيها. قال يا ولدي احنا مثلا في الار ان دي نحن اعضاء في الحكومه ولنا اغلبيه برلمانيه مريحه وما الى ذلك، ونحن في الاغلبيه البرلمانيه. قال يا ولدي ما نستقبلوهمش، لا بالعكس، احنا شفنا بانه الطلب نتاع الافافاس فيما يتعلق باللقاء هذا هو أولا طلب من حزب نحترمه المسار السياسي نتاعو النضالي،
بالتالي وافقنا على المبادرة على اللقاء. ثانيا إيماننا بالحوار كوسيلة لحل مشاكل كل الجزائريين جعلنا من أنه حقيقة نوافق على هذا اللقاء ونستمع لبعضنا بعض. وفي هذا قلت أنها هذه سنة حسنة في الساحة السياسية الجزائرية ولا غبرة ولا غبرة على ذلك. شكرا سي وسهلا محمد رضا. نرجع لك سي عبد الوهاب نعطي الكلمة. عفوا كلمة أخيرة فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات. الـR&D ابتعد عن كل حساب وعن كنت استعمال سياسوي لهذا اللقاء. احنا ما عندنا خصومه سياسيه تاريخيه مع حزب الافافاس بغينا نسويوها من هذا اللقاء وما الى ذلك. احنا فقط سمعنا من بعضنا بعض وكفاعلين سياسيين واعيين بالمرحله وبالاخطار المحدقه بالبلاد نتاعنا في المنطقه دون لا سو ريجيون، وبالتالي سمعنا بعضنا بعض وتوقف الامر عند هذه النقطه هذه وسنرفع الامر الى مؤسسات الحزب. جيد هذا هو. شكرا سي رضا. سي عبد الرحمن السعيدي، لما كان تقدم هذا يعني التشخيص اللي قدمه العضو بمجلس الامه عن التجمع الوطني الديمقراطي، لما تجتمع احزاب ثقيله مثل التجمع الوطني الديمقراطي ولفلان وحزب ايضا معارض وثقيل اللي هو الافافاس، ماذا يمكن ان تقدم اضافه اذا تحدثنا يا سيدي وسلمنا بملامح المرحله القادمه حتى باش ما نخوفوش الناس؟ هاي واش تقدم يعني 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 التضامن هذا بين هذه الأحزاب ماذا يمكن يعني أن يؤمن للجزائر؟ هو أولا كما قال سعبي العمل السياسي العادي، العودة إلى العمل السياسي العادي، هذا الأمر عندما يكون في أجواء حياة سياسية عادية وفي تكون فيها التنافس على البرامج وعلى الانتخابات طبيعي يكون مثل هذه اللقاءات عادية ما تأخذ. لكن هذا اللقاء البعض يعتبره تاريخي، بعض لقاء استثنائي، بعض لقاء بظروفه، لأن هذا جاء نتيجة داخل المجتمع السياسي هناك تقريبا منقوش قطيعة، هناك تنافر سياسي وكاين التعبير عن المواقف من خلال مشي من خلال المقاربة ومن خلال الاقتراب ومن خلال المخالطة، من خلال القراءات والاستنتاجات وغير ذلك. فاللقاءات تقريبا شبه غير متواصلة بين الأحزاب. نعم اللهم نستثني الفترة تاع 91 الأزمة السياسية والمنزلقات الأمنية اللي وصلت ليه، اللي كانت حاجة المجتمع السياسي أنه يلتقي، فكروا في مبادرات كثيرة، المهم كانت الحاجة إلى إنقاذ بلد. أنا نعود نرجع إلى الآن مجال نقطة أن اللي تفضل به سي عبد الوهاب يكون في نقطة نركز عليها. هو الآن الشيء اللي راه لنا موجود الآن، نحط الشعب أين موقعه أو موقع المجتمع السياسي، موقع الشعب عند المجتمع السياسي وموقع الشعب عند السلطة وموقع الشعب عند المؤسسات المختلفة. هذا هو السؤال اللي يطرح. رجعت النظرة عبد الوهاب. لا لا أنا عندي هذه النظرة، ما تلاقينا اليوم عبرنا على بعضنا هذه مشي وأنا عندي نظرة على حمس وسي. معليش يتكلم يقدم هذه المسألة حبيت نقول الآن نعطيك مثالا نقدر نقول بكل بساطة، وهذه راهي هو تزعم. أنا سميته في إحدى القنوات سميت حزب، أنا كتبت مقال وسميته حزب العجلات المطاطية، يتمدد هذه الاحتجاجات لهنا وهنا وهذه الأساليب في الاستجابة وهذه الأساليب في المعالجة لهذه الإشكالات راهي تتوسع. وهذا نضيفه للكلام اللي قاله رضوان واللي نربطه بالكلام اللي قاله قيادي لافاس، اللي ما تعطيش أو تعطي تخوفات للاستثمار للطرف الخارجي أن الأمر غير مستقر لأنك ضعت. فمثل هذه اللقاءات باش نولي لكلامك، نعاود نولي لكلامك سمير تفضل. هذه اللقاءات بتنوعها بتباين اصحاب اللي يلتقوا لافاس عندي مع حركه المجتمع السياسي مع اطراف اخرى تعطي نوعا ما ارتياح لامرين، ارتياح لان الاحزاب ستجي نحو المسؤوليه، تاخذ مسؤوليتها في هذا البلد ان هناك قضايا لابد ان تدافع عنها ونحافظ، وثانيا تؤدي الى نضج سياسي والخروج من الانانيات او الحزبيه. ما انت مش كما قال قد يكون ما عندك مليح ولكن قد يكون ما عند الغير افضل، باش ما نقولش الخطا والصواب، نخرج من ما عندك مليح تشوفه مليح، كل خنفوس عندي مغزال كما يقولوا، قد يكون عندك مليح ولكن قد يكون ما عند غيرك الافضل والانسب، بعض الحين يكون الانسب
ماهوش الافضل، الانسب للمرحله. نظن انا هذا قراءتي لمثل هذه. كيف بدا لك تصريح رئيس الحركه؟ يعني بدا نوعا ما انه بالنسبه يعني انا شفت السيد رئيس الحركه يتكلم، اخذت مقتطف مش عارف طب ندوه صحفي مش عارف السؤال كيف توجه له. توجه له سؤال يعني طرحته قناه زير تي في بالنسبه يعني هل يمثل لقاء الاجماع الوطني بين احزاب من الافافاس ولفلان ولارندي يعني فرصه انه الافافاس حسم موقفه فيما يتعلق سؤال بدنا به بندوه الانتقال الديمقراطي، معناتها تخلى عليكم الافافاس؟ هذا السؤال طرحنا احنا يعني. لا هو باش يكون انا باش نجاوب. الافافاس لما شارك في الندوه والتواصل كان باين موقفه انه ماهوش ضد مسعى ولا مبادره التنسيق الديمقراطي، ومشي معناتها راه موافق، وكان وهذا عبر عنه اطراف من التنسيقيه. نعم. انهم كانوا يتمنوا انه يكون، ولكن عندما لفاس مشى في مسعى اختار المسعى تاعو ووجد له فعلا او يقول بلي فيه تجاوب الصدى المسعى، ولكن في النهايه واحد اللي يفكر ايجابي كل الاطراف السياسيه بما فيها في السلطه تريد ان تبحث عن التقاطع، مسافات التقاطع. الان السؤال التفكير ليس التفكير بما عندك افضل من الاخر او نظرتك اصوب من الاخر، لذلك ما هي الان مطلوب في الجزائر الحد الادنى في الطبقه السياسيه ولو انه كثير والتقاطع. اين نتفق؟ التقاطع اين انت العبقريه السياسيه ليس انك تختلف، العبقريه كيف تتفق؟ واذا كان يعني لانه الفكره، شكرا التوضيح، لانه انت يعني في حزب سياسي معارض ولديك يعني خبره في هذا المجال. المعارضه اصلا حتى المعارضه من اجل المعارضه يعني ما عندهاش توصل. انت المعارضه تعارض واش تعارض؟ البلدان المعارضه عندها دور، ليس ماهيش عندها دور في عندها دور في البرلمان، تستطيع ان تراقب الحكومه كما ذكر، عندها دور. ما لازمش كذلك انه ربما نهمشوها بصفه، ربما حل وقته مسعى هذا الافافاس انه فعلا البرلمان على سبيل المثال كما ذكر لابد اعاده النظر فيها ياكلين، ومكن للمعارضه ان تسائل الحكومه ان تخطر المجلس الدستوري وهو الشيء غير موجود حاليا. فمبادرات هذه ربما لانه احنا فقط في الجزائر اللي فيه تقاطع وتصادم بين المعارضه والسلطة في كل دول الديمقراطية، المعارضة لا تشكل أي مشكل بالنسبة للسلطة. صحيح. والعكس صحيح لأن كل يؤدي دوره. طيب قبل ما نجي لك سي عبد الوهاب، معليش نرجع لرضا، لما يجي حزب سياسي معين مهما كان هذا الحزب السياسي اللي هو اليوم الأفافاس ويقول أنا لدي هذه المبادرة ويتحاور مع الأحزاب السياسية ومع الأطياف السياسية ومع إلى ذلك، يعني أنت كمناضل في التجمع الوطني الديمقراطي وكسياسي أصلا يعني بغض النظر عن التوجه السياسي، كيف يتم استقبال هذه يعني هذا الطرح؟ لا شفنا احنا قعدنا يعني حبيت نوصل لك سؤال يعني سبات 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 يعني، ولكن هناك حزب سياسي خرج وقدر يعني خرج قيادات وتكلم معهم الى غير ذلك، وها هي يعني ندوه الاجماع الديمقراطي، هذه كيف ننظر لها يعني من جانب نضالي سياسي؟ لا هي ماهيش ندوه، واش قلت؟ الاجماع الوطني. ايه ندوه الاجماع الوطني. ايه. ماشي الانتقال. ماشي الانتقال. دونك بالنسبه احنا بالنسبه لنا انا قلت لك في 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 منذ لحظات انه بالنسبه لنا في الار ان دي قناعتنا بانه الحوار هو امثل وسيله باش نسمعوا لبعضنا بعض وباش نخرجوا بتصورات او بحلول او حتى اننا نتناقش، ممكن نختلف نتفق. ايماننا بهذا هذا الامر هذا بالحوار كوسيله للعمل السياسي هي اللي جعلتنا انه التجاوب يكون يعني يمشي في يعني لما شفنا بانه الاطارات تاع الهيئه الرئاسيه للافافاس يعني طلبت اللقاء، سيد الامين العام سي عبد القادر بن صالح لم يجد اي حرج في هذه النقطه، رايح تشكل اولا سنه حميده تتعلق بالتشاور الثنائي ما بين الحزبين، ثانيا حتى في نهايه اللقاء كان هذه هي قناعه سي عبد القادر بن صالح في نهايه اللقاء انه حتى وان كان مسعى المبادره بندوه للاجماع الوطني ما نجحتش فالا انه هذا ما يلغيش وما يحرمناش من لقاءات ثنائيه كاللقاء الذي تم البارحه. اذا القضيه ماهيش قضيه نجاح او فشل المسعى او ما الى ذلك، ماهيش قضيه الانتصار لمسعى او مبادره، وانما هو قضيه سنه حميده اعتقد بانه سنها الافافاس، واعتقد بان العمل بها ما رايحش، بالعكس ما رايحش يضر الساحه السياسيه الوطنيه، ولكن بالعكس رايح يثريها ويزيد فيها مهما كانت نتائجه، فان يعني ديناميكيه العمليه في حد ذاتها يعني كما قال عاد سي عبد الوهاب، على الاقل انه مسعى من هذا النوع ها هو نشط الساحه الاعلاميه الساحه السياسيه
أعطانا نقاط تتعلق بالحديث وهي حالة صحية. أعتقد بأنه بالعكس من قليل المرات أنه وين الفاعلين السياسيين أو الأحزاب السياسية تترفع عن أنانيتها السياسية وعن أهدافها الانتخابية والانتخابوية في بعض الأحيان وتلتقي وتتحدث عن قضايا ذات اهتمام وطني مشترك. وهذا ما جعلنا حتى احنا تكون مادة إعلامية نقشون حل الموضوع. سي عبد الوهاب حبيت شكرا سي رضا تفضل سي عبد الوهاب. يعني بدون نتدخل يعني في شؤون يعني حزب انا اظن يعني في رايي ان حزب حمص هو اكبر من موقعه الحالي حتى في هذا التحالف الديمقراطي واكبر من موقفه الحالي من يعني الحياه يعني السياسيه لان هذا الحزب عنده مذهبيه لاين دوكترين عنده زعيم اللي خلى يعني مذهب والله يرحمه الشيخ نحناح ما كانش عنده فكره هذه تاع لوبوزيونيزم يعني المعارضه زيد يعني انا ربما نقول حزب اللي شارك في تحالف وكانت له يعني فرصه انه يجرب ويدرب على تسيير شؤون البلاد والدوله لربما هذا الشيء راح يقربه اكثر انه يوصل للسلطه وموقعه حاليا انا اظن هو موته لانه راهو يخرج من المذهبيه نتاعو بكل صراحه يعني وانا نقول باللي حمص هو اكبر يخرج من موقفه الحالي انا يخرج من المذهبيه تقول يعني انه عنده هذه النظره اللي تكلمت عليها يعني المعارضه من اجل المعارضه هذا شيء فهمت ولا لان كانت له فرص لان الحزب ما هي يعني كيما نقولوا الهدف نتاعو هو الوصول للحكم هو للسلطه ولما يوصل للسلطه وما عندوش تجربه نتاع مثلا كيفاش يصير دواليب ولكن عبد الوهاب هو يقول هو سمحني هو اقرب لا هو يقول انه كاين قضايا ينبغي ايضا نتحدث لا عنها معليش هذا ما يمنعوش لما تكون انت متحالف هذا ما يمنعكش انك تطرح بعض القضايا وتكون كما نقولوا احنا منتقد يعني تنتقد سمعت من الدخل التحالف ما يكونش شغل تزكيه يعني كوسيون فيها في 100% في 100% ولكن انا رايي يعني ان نقول باللي هذا الحزب مقارنه مع الاحزاب اللي راهي تشكل ماهوش هذا الموقع يعني انا رايي درك السيد الاستاذ يتقبل هذا الراي ولا ما يتقبلش هذا الراي انا نعرف هذا الحزب ونعرف المذهبيه نتاعو وهذا الحزب هذا قادر انه يدير نقله نوعيه يعني نقله عوليه حتى في الخط نتاعو السياسي حتى في مقاربته لبعض يعني نعم ما بقالناش وقت كثير خليوه سي عبد الرحمن سعيد يعلق تفضل سي عبد الرحمن لا تسمعني ما قعدش باش يرد عليك لا حكي الفكره درك راحت معليش تفضل يا استاذ اعطيها راحت الفكره صح ونشكر الاستاذ عبد الوهاب اللي عبر على هذا الراي والذي نجد فيه نعتز عن ما حد يذكر الحركه ومكانتها ودورها وكذا العمل ولكن يبقى راي انا شخصيا احترمه ولكن يبقى هذه المرحله اللي رانا فيها الحركه اللي كنا عاد كانت لنا ادوار ومهام ومكانه سياسيه الان هذه الوضع اللي هنا هذا اعتبره راي قد يكون موجود هذا الراي حتى داخل الحركه ولكن عندنا اساليبنا وتغيير لان هذا الحزب حركه مجتمع السلم سي عبد الوهاب اللي ماشي باش نعرف حركه مجتمع السلم عندها الراي والراي المخالف هذا الشيء الاساسي لو كان يولي فيها داخل الحركه القمع تفقد من خصائصها والشيخ محفوظ كان الله يرحمه تربانا وتربينا هكذا وتاسس الحزب على هذا الاساس الراي المخالف ولكن حتى لا حتى سي سيده حتى يعني في الفتره الحاليه عندهم الراي المخالف عندنا الراي والراي المخالف ويبقى ندافع عليه ونستميت وبالحق هذا هو حيويه الحركه بنقول للاستاذ يفو با تخلق عندكم عقده بانكم كنتوا في التحالف لا لازم الانسان الحزب تكون عنده شجاعه بانه يلاسيم سي شوا سي زونجاجمون يلتزم ويتبناها يعني حتى واذا خسر في الانتخابات لان الرؤيه نتاعو راهي صحيحه انا في رايي شوف يا سي عبد الوهاب باش نقول انا في الحركه احنا الفتره اللي فاتت نقولها الان سيفتي كمسؤول في مرحله وكنت في اعلى هيئه الحركه
وشاركت في اغلب قرارات من ايام الشيخ محفوظ نعنع، قرارات اللي اخذناها من مجلس انتقالي وكذا، كلها قرارات مسؤوله ونتحمل مسؤوليتها وناسومي هذو المواقف. الان انا ندم على الفات لان القضايا اخذت في الوقت بالظروف بالمعطيات وعن ما صار شاركنا به. طبعا عندنا مآخذ اخذونا احنا في التحالف، لما كنا في التحالف وكانوا زملائنا في الارند الفني وكنا من دعاة وتنبيه لتفعيل هذا التحالف وتحريكه وعطي الديناميكية تصحيح بعض الأمور بعض قضايا إعادة النظر في ميثاقه في كذا. طبعا كانت الشركاء كانت عندهم وجهة نظر، قد نقترب قد نبتعد، وصلنا طرحنا ذاك الوقت الشراكة السياسية. طبعا دائما كنت تطرح طرح سياسي الشراكة، مثلا الآن لفافاس يطرح الإجماع، القراءة السيئة أو المسيئة للمسعى قاموا يحوسوا على مواقعهم حبوا يدخلوا الحكومة، هذه قراءة تبسيطية كأن هذه الحكومة حق عند ناس ومشي عند ناس، حق حكومة الجزائر دولة الجزائر كل الناس عندهم حق فيها، يشاركوا فيها بالطريقة اللي تساعد، يشارك فيها بالمعارضة كما تفضل المعارضة قد تكون جاء، شارك فيها بتحمل المسؤولية. الآن كان أحزاب رأي تعارض الحكومة ولا كان تسير مجالس محلية، قد حزب يكون معارض ويسير مجلس محلي. صحيح 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 موجود. وكل المسألة نسبية. طيب سي عبد الرحمن سعيد، يعني ما بقناش وقت كثير، إذا كان لو نفترض يعني نفترض أنه الحركة مثلا لديها نظرة فيما يتعلق بالإجماع الوطني، كيف تراها وأنت يعني قيادي في الحركة؟ إحنا خدمنا في فضاءات من قبل، في فضاءات نحسب ونعتقد أنها إجماع. التحالف الرئاسي كان شبه من إجماع حول القضايا، ولكن لا يعني كان ثلاث أحزاب فقط. السي سمير شاركنا في فضاءات قلت لك أحسبها أظن وقت أنها فضاءات إجماع، كان إجماع مرحلي، كان إجماع جزئي، كان إجماع واضح. الآن دي مثال. الآن بالنسبة للأفس أنا نقول مسعى نحو ندوة أو نحو الإجماع، معالم مضمون كذا، هل تصنعوا الناس الذين يتفقون؟ أنا بدأت معالم، واحد يقول أنا شخصيا كنت أتكلم تجربتي، الجزائر اليوم في أمس الحاجة قبل من شفت الفترة تاع الانزلاقات الأمنية، والله ممكن أن نبالغ والشعب ما نزمش نخلعه خاطر أنا عايش مع بعض. الفترة تاع 91 منزلقاتها الأمنية كانت كما قلت أنا مثل الدار، كي كانت النار في دارنا، سمحوا لي بالعبارة نعبر عمي، كي كانت النار في دارنا نظر لها رجال ومنا بشوية بشوية وساعفنا وطفينا النار، بس النار من حوالينا ما نتحكموش وحدنا في إطفائها، فنحتاج إلى نحتاج إلى جدار قوي، نحتاج إلى مناعة، نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى ترك الخلافات جانبا والتنازل، واضح الآن. ثانيا من أكبر الناس اللي يديروا تنازل كل مسؤول هي السلطة، معناتها التنازل يكون بالنسب المسؤولية وبالحجم بالوزن، ما يكونش التنازل نطلب تنازل من طرف هو حلقة أضعف، مثلا نطلب تنازل من فئات شعبية ومن فئات وتكون أضعف، يكون التنازل المساواة في التنازل، بمعنى التنازل يكون بالحجم، مش يقول السلطة تتنازل عن دولة عن صلاحية، لكن مثلا تنازلات سياسية تنازلات هذه النظرة سي عبد الرحمن سعيدي مثلا يعني ما هيش موجودة بشكل واضح في الحركة، حتى قضية يعني لما قلت يعني المثال اللي ضربت المثال من حوالينا ما شفناهاش في الحركة، كيفاش يعني حركة تقول أنا عندي مطالب بتاعي لازم ننفذها بأي طريقة؟ أنا الآن هذه هي المسؤولية، الحركة تعود إلى مسؤوليتها، هذه مسؤوليتها، أما تعبير هنا وهناك ومقال هنا وهناك هذاك لا يعبر عن حقيقة حركة، هذا هو ديدنها، فلسفة الحركة هذه، هذه فلسفتها، هذه كما تفضل وسعبير وعبر عليها بالمذهبية والمنهجية السياسية، هذه ما يدب الحركة الشيخ محفوظ قالها وباقية كلمة خالد كلمة الشيخ محفوظ لا يعادل القرآن أو النصوص المقدسة، وإنما يعني الكثير بالنسبة للمناضل اللي في حركة المجتمع ويحترموا الكلام الآخر. الشيخ محفوظ قال كلمة في مسألة الحركة، قال هذه الحركة المجتمع السين كما قال من قبل على الرفاس حزبي بيتي وبعد حزبي وبعد جماعة، الشيخ قال كلمة كبيرة، لو خيرته قال على كما سليمان عميرات، لو خيرته بين حركة المجتمع السين والجزائر لاخترت الجزائر، كان هذا خيار. إجا الحركة هي من أيام الأزمة تعرف كنا نقول نحن طرف، حركة المجتمع السياسي طرف في الحل وليس طرف في الأزمة. جيد شكرا لكم. حبيت كلمة الكلمة الوحيدة اللي بقيت اللي حبيت نقولها وهو أنه المسعى هذا نتاع الأفافاس استان إيفينمون كون شيرش أليغ أشو، وأعتقد بأن إعطاء
الوقت قليل من الوقت فدوني دو طون و طون وننتظروا لربما ان تتحين اكثر ما يكون هذا المسعى هذا ويمكننا انه تكون عندنا معطيات اكثر لقراءات افضل لهذا المسعى هذا. قلت ونأكد بانه احنا بالنسبه لنا في الار ان دي يعني مفتوحين على كل مساعي التشاور كهذه، يبقى فقط انه خطوطنا الحمراء انه لا للقفز على المكاسب، لا للقفز ولا للتنكر كذلك للتضحيات. البلاد كما قال السي عبد الرحمن سعيدي، البلاد راح تقوم بدور يعني لدى دول الجوار، جولات الحوار اللي راها تتم اليوم بشان زرع الاخوه او ارجاع الاخوه ما بين الاخوه المفترقين او الفرقاء في مالي منذ 24 جويليه الى سبتمبر الى يومنا هذا، هذه الجولات كلها اللي تسهر عليها الجزائر، مطالبه منظمه الامم المتحده للجزائر بانها تنجح هذا المسار المتعلق بتوافق ما بين الماليين حتى ننتقل الى حلحله القضيه الليبيه، كلها مساعي ما كان للجزائر ان تقوم بها لولا ان الدوله واقفه ومؤسسه الدوله موجوده وتعمل وفي صرامه وفي اطار احترام القانون والدستور اللي راه يصير في البلاد. شكرا جزيلا لك السي وسهلا محمد رضا، عضو الأمانة الوطنية للار ان دي وعضو مجلس الأمة، شكرا اللي حضرت معنا بلاطو قناة الجزائر تي في. كما أشكرك سي عبد الوهاب جاكون مرح، شكرا مدير المويه. أنا عاقل اليوم. أهلا أهلا. شكرا لضيفنا الفاضل أيضا عبد الرحمن سعيدي، عضو مجلس الشورى حركة مجتمع السلم وأيضا قيادي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. في أي لحظة. كما أشكرك سي رضوان بوساق. إن شاء الله مشاهدينا الأفاضل نكون قد قضينا معكم هذه الحلقة في محاولة لتقديم بعض الإضاءات بعض القراءات فيما يتعلق بتطورات المشهد السياسي. إن شاء الله نلقاكم غدا بإذن الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.